السبب الثاني لعدم الميراث الرق، إذا كان أحدهما أو إذا كان الوارث رقيقا عبدا مملوكا لا يرث، لا يرث. لو كان زيد حرا وأبوه عمرو عبد، يعني كلاهما كان عبدا وهو صار حر، أعتقه سيده صار حرا، لكن أبوه ما زال عبدا. مات زيد، هل يرثه أبوه عمرو؟ أبوه لا يرثه. لماذا؟ قالوا عبد. طيب خير إن شاء الله، وإذا عبد يعني؟ قال لأن العبد ما يملك، إذا أعطيناه المال سيملكه من؟ سيد الأب. فورثنا أجنبيا، ورثنا إيش؟ أجنبيا، وحرمنا باقي الورثة. طيب إيش نعتبره؟ نعتبره غير موجود، نعتبره إيش؟ غير موجود، لأن إذا ورثناه، إذا ورثنا عبدا مملوكا أو أمة مملوكة، فقد في الحقيقة ورثنا سيده، وسيده رجل إيش؟ أجنبي بالنسبة للمورث، فهنا لا يرث. الرق إذن سبب أو مانع من موانع الإرث، مع أنه لو لم يكن عبدا كان إيش؟ كان وارثا، لكن بسبب الرق فإنه لا يرث.